ما كانش واحد مؤذن انا عارف بيه ولا شي واحد مسكين الحمباوي وكذا وكذا ومو بخير كلشي مزيان ياك ما كانش واحد حاسس بشي حاجه راكم عارفين كاين اللي كتبت عن مسكين الرقبه ديال البلاد واخا كيكون مثلا المريض اذا كان قدام الرقبه ديالو كذا 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 يعود بعد يلعب وكذا وما عنده هو سوق يعود مريض ولا ما مريض ما عندوش مشكل هو السونسيل عنده لا خاصو يدخل التيران وصافي ولكن هي ما يزينه في من ما يزينه في انت ما يزينه في احنا وما يزينه في الجروب كامل لان هذه مسؤوليه ما تخليها بحال هكا مريض صافي مريض خلي خوتي الثانيين ما نعود اناني في هذه الامور لانك غتضيع راسك وغتضيع احنا وغتضيع الجروب كامل نتمنى لكم الله سبحانه وتعالى الصحه الجيده والله يوفقكم هذا الشيء اللي كان بالنسبه ان شاء الله للمقابله ديالنا غادي نحاول ممكن نديروا مثلا السيستم الجاد ديالنا اللي تقريبا نخدم عليه ثلاث سنين بناء على اننا ان شاء الله باذن الله غادي نبداو غارديان بيت راه كان السيستم ديالك السي عبد الكريم غارديان بيت مفهوم شعار نقول لك عبد الكريم نحاول ممكن بحال ما حاولنا ننتوشوا هذا الاسبوع ماشي تقليل من القيمه ديالك ولا كذا ولكن تبارك الله عندك حتى ديتاليتي عندك بزاف ديال الامور نحاول ممكن بعض اللحظات تحاول ممكن ما كيتفكر فينا احنا بزاف ركز في لو جو ديالك في الحاله ديالك مع الاصدقاء ديالك ولكن خاص بنادم يقعد مركز في كل ملاحظه اللي كان حاول ممكن نطبقهم سيتو هادشي اللي كاين لي سورتي ديالك لي كورنر راه قلتها لك نعاودها لك من قدام الدراري راه انت تبارك الله عندك لافونتاج خارج بيديك خارج تبارك الله القولة ديالك نمشي دابا بواحد الهدوء ونحاول ما يمكن نعود بوزيتيف أي حاجة درتها نديرها بوزيتيف وكاين النقطة الأخيرة وهي ديال أنك تنتقل بحال هذوك لي ديفونسور حاول أناليزي لو جو مثلا ملي تكون لاسير كي راسيون يكون أن لادفيرسير اللي دار واحد الحاجة اللي خاصني أنا إيفيتي أنا اللي ندير إيه باس لاتيرال ولا كذا حاول حتى أنت بحال لي ديفونسور راك أنت هو الديفونسور الرابع اللي مع هذوك الثلاثة ولا كانوا هما أربعة راك أنت هو الخامس اللي مع هذوك الأربعة نحاول ما يمكن دائما ندير شي حاجة اللي بوزيتيف ونتمنى لك من الله التوفيق ونتمنى لك من الله تيسير هادشي اللي كاين بون بالنسبة بحال ما خدمنا في بلاصومين خدمنا بضربة ديفونسور درنا السي محسن في لو كوتي دروا ودرنا السي بوخالف في لو كوتي غوش ودرنا عليهم السي هيثم كوم ليبيرو هاد لي طروا ديفونسور من طبيعة الحال الحاجة الأولى اللي خاصهم يفكروا فيها هما سوسون دي ديفونسور أول حاجة هما دي ديفونسور هي الأولى نديفوندي ومن طبيعة الحال أكونديسيون بشرط على أن أنت نطبق ذوك المبادئ الأولية نحاول ما يمكن نتوجيهم مثلا في الجو أريان ديال لادفيرسير ديما هذه خاصها تعود برانسيب راسخ في الدماغ ديالنا دائما واحد بيأتاكي لوبورتور لي زوطر اش خاصهم يديروا يديروا لا كوفيرتي هذا مشى عطاك البالون في السماء طالع مع لادفيرسير هذا هو اوتوماتيكمون شنو غيديروا يديروا لا كوفيرتي هذا سيتان برانسيب اللي ما يتغير ماشي انا درتو العالم كلشي خدام بحال هكا اذا حتى نتوما خاصكم تفقهوا بهذه النقطه هذا مشى عطاك لوبورتور البالون سواء عيريا سواء وصول سواء في السماء سواء في الارض عطاكي هذا البالون مثلا عطاكي هذا البالون يمشي عند لادفيرسير هاد الجوج يديروا عليه لا كوفيرتي نفس الشيء بالنسبه للقلبي نمشي هذا اعطاك المرض لي زوطر اللي يديروا لك لاكوفير باش نعودوا اورغانيزي الهدف ديالنا من هادشي هو الاورغانيزاسيون في الحاله الدفاعيه هادشي اللي قلت لكم في اير اللي في السماء راه كينطبق على الله يخرج هذا البالون على الله يديروا عليه هذا لاكوفيرتي والحاجه الاخيره وهو اننا هاد الثلاثه هاد واحد المرات كتكون هاد الحاله هذه كيكون هذا مثلا طالع بالراس هذا بدل ما يدير عليه لاكوفيرتير كيجي هو حتى هو باغي يوسي عنده الحامل باغي يطلع حتى انت مع هذاك براس ما تطلع معاه براس دير غير لاكوفيرتير دير دو بوا ولا تروا بوا وراك درت الخدمه ديالك هذه في الفلوكا ديفونسي هذه هي الحاله الاولى هذه خاصهم يعودوا مشبعين بها ويعودوا ركزوا فيها مفهوم الحاله الثانيه وهو لو غليسمون سيري كوتي بالون مثلا ملي يكونوا هذوك لي زاتاكون اللي عندنا هنا ولا لي ميليو تيران هذوك لي زاتاكون اللي عندنا هنا ملي كيديروا ان بليسمون سيري كوتي بالون
هاد مثلا كاين البالون هنا في الكوتي كوش مثلا البالون هنا مثلا في الكوتي كوش نورمال هذا في الزنطة واش كنقول كنقولوا خاصهم يديروا غليسمون هذيك الغليسمون راه ماشي كتعني هاد الجوج هادو وتعني هادو راه تعني ليكيب كامل غليسمون كوتي بالون سيري كوتي بالون يعني هادو تا هما 24 عام كلشي داير غليسمون كوتي بالون معنيين بداك لا زون اللي فيه البالون لان هذاك هو لا زون دونجي خاصني نحاول ما يمكن انا نضيق المساحات وفي نفس الوقت ملي ما نخليش انا لادفيرسير يفكر وما نخليش يلقى هو حلول هذا هو لوبجيكتيف ديالي هذا كنقولو لهادو لانهم حتى هما معنيين بهي المساله هذه النقطه الثانيه النقطه الثانيه النقطه الثالثه راه غنبدا بهادو وماشي هو نهار النقطه الثانيه وهو هاد لي ديفونسور هاد لي ديفونسور تروا ديفونسور في الوقت اللي مثلا لادفيرسير ديالنا ديكلونجي ان بريسينغ وماشي وداقط على الخصم هادو نورمال واش خاصهم يديروا ثلاثه هادو واش خاصهم يديروا ها دابا حنا راه دايرين بريسي كراكو خاصنا دابا راه بحال شي قسم كنحلوا الامور هادو دايرين ان بريسي هذا لا ادفيرسير هذا لا ادفيرسير ولي زاتاكون ديالنا دايرين عليهم البريسينغ هاد لي طروا ديفونسور اش خاصهم يديروا حتى هما يبينوا على انهم عايشين معنا اش خاصهم يديروا لا مونتي دو بلوك ايكيب راه مكملي الدير ديال بحال هذا مثلا اللي ديال البريسي ياك وهادو كيتفرجوا فيهم مثلا ياك هادو مثلا كيتفرجوا فيه ماشي ولا ما ماشي ياك وهادو قاعدين هنا دابا بالنسبه لكم انتم هاد الحاله عاديه